المقابله ديال غدا كونتر المنتخب غانا، كيف ما كتعرفوا المنتخب الغاني اللي انهزم في المقابله الاولى، يعني المقابله ديال غدا ان شاء الله عنده مصيريه يبغي يقدم فيها كل شيء، يعني مقابله ما تكونش سهله. الحمد لله حنا مركزين باش نحققوا الانتصار الثاني على التوالي قدام الجمهور ديالنا وفي الارض ديالنا ان شاء الله. صراحه كنشكروا بزاف الجماهير المغربيه، لا اللي ساندتنا جات للقاعه، لا اللي بيتفرجوا فينا. الصراحه هذا الميساجات ديالهم كيوصلونا، الحب ديالهم الصراحه كما كنعرفوا الجمهور المغربي ديما قريب لنا. كنبغي نوجه لهم رساله اللي يزيدوا يشجعونا ويزيدوا يثقوا فينا ويزيدوا يجيو ان شاء الله يتفرجوا فينا. توفقنا في المقابلة الفايتة وإن شاء الله غدا المقابلة ضد منتخب غانا ندخلوا بواحد التركيز اللي عالي اللي خلينا ما نطيحوش نفس الأغلاط اللي طحنا فيها في المنتخب ضد أنغولا ونستدركوا ديك الأغلاط اللي درناهم باش ما نطيحوش نفس الأغلاط. وي ضروري إن شاء الله، حنا دابا هذاك الماتش ديال أنغولا نسيناه، دابا حنا كل التركيز على المقابلة ديال غدا إن شاء الله اللي نحاولوا نحققوا نتيجة مزيانة باش نضمنوا 6 نقاط إن شاء الله.